القادسية يدخل في تشكيلة مكونة من حارس المرمى سالم الصمعي، عندنا أيضا فهد الطريجي متواجد، يوسف الخليفة متواجد، يوسف السلمان متواجد، وأيضا جاسم العميري متواجد ضمن التشكيلة الخماسية الأولى التي تبدأ في هذا اللقاء. يوسف الخليفة والطريجي عندهم محاولة وهنا فرصة وتسديد، جول أول قدساوي في شباك العربي. بداية اللقاء بعد أول دقيقتين ونص مرت القادسية بأقدام القائد، بأقدام الكابتن فهد الطريجي، هو اللي سجل، هو اللي يضع القادسية في المقدمة في لقاء اليوم بعد هذه اللعبة الممتازة. الكرة مررها لكن الخليفة موجود يقطعها، عدى فيها وتقدم، ما زالت مع القادسية. الثاني سجل الثاني يوسف الخليفة بإمكانياته المميزة وبلقطته الرائعة، تقدم وعد ومر ولعب كرة إلى محمد الشافعي اللي بلمسة بسيطة سجلها في المرمى، لكن لمسها الشافعي ولا لمسها لاعب نادي العربي. هنا الإعادة، الكرة محاولة موجودة وهدف ثالث. هدف ثالث يأتي في شباك العربي من الراقي والمميز في لقاء اليوم، من المبدع والمتألق في لقاء اليوم، من صاحب الأداء العالي في لقاء اليوم، يوسف الخليفة الذي يخطف الأنظار في هذه المباراة. شوف فيها شك شوي، لكن هدف موجود لصالح يوسف الخليفة. مع المسبحي تمريرة حاضرة وخطيرة، كرة الشافعي خلصها الشافعي في الشباك ويسجل هدف اللقاء الرابع لصالح القادسية. نعم، وجود الباور بلاير فيها خطورة ومخاطرة بأن ممكن يأتي هدف اللقاء الرابع لنادي القادسية بسبب عدم وجود حارس المرمى، وفعلا هذا الذي حصل. إذا ما استغليت أنت الهجمات المتواصلة، إذا ما استغليت أنت وجود اللاعبين، إذا أنت ما استغليت وجود الكثافة العددية وسجلت أهداف، راح تتلقى الأهداف في شباكك، وهذا الذي قام به اللاعب محمد الشافعي وسجل هدف اللقاء الرابع لصالح نادي القادسية والأول له. هنا تسديدة ولكن خطيرة، الخامس في الشباك، فرصة بتضيع من العربي وفرصة تأتي بهدف للقادسية في ظرف 30 ثانية، سجل هدفين. هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حاضرة هذه اللعبة، شوف هذه اللعبة السابقة، هجمة ضاعت بلمسة واحدة أتى هدف. هذه الكرة موجودة، هذه محاولة موجودة مع القادسية. الله 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 على اللمسات السريعة، الله على اللقطات السريعة، الله على سرعة تسجيل الأهداف من نادي القادسية. الشافعي يسجل الثاني لصالحه في هذه المباراة، والسادس للقادسية. إذن بداية قوية. هذه الكرة خلاص، ثلاث ثواني متبقية، ثانيتين، ثانية واحدة،
تسديدة ونهاية اللقاء. إذا يا سادة يا كرام، أعزائي المتابعين، حضرات السادة المشاهدين لقنوات كويت سبورت، القادسية يدك شباك العربي بستة أهداف مقابل هدف واحد فقط للعربي. بداية ممتازة للقادسية، بداية أيضا ممتازة لكاظم الذي حقق انتصار بتسعة أهداف مقابل هدف. إذا أعزائي المتابعين، أترككم حاليا مع اللقاء الثالث لهذه الأمسية ما بين اليرموك والكويت. محدثكم عمر الشرهان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.